مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. بنرجع لحضراتكم بعد أسبوع توقف. كان الحقيقة المكان اللي أنا فيه ده أو المسرح النهار كان موجود في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، ودي كانت يعني احتفالية عربية فنية ثقافية مهمة جدا على مدى أسبوع، ويا رب كده دايما العرب مجتمعين في خير وعلى خير. النهاردة بنسالف مع حضراتكم دائرة الضوء الجزء الثاني، مش الجزء الثاني، بعد نص ساعة من دلوقتي وأقل من نص ساعة كمان، الدكتور خالد رفعت الباحث السياسي، لأن احنا نشوف ايه اللي بيحصل في مصر الحقيقة. لأن اللي بيحصل دلوقتي، أنا في الأسبوع ده الأجازة ده كنت بحاول إن أنا أعرف إيه اللي بيحصل، أو أنا بحاول أشوف اللي بيتم ده وبحاول أفهم إيه اللي بيحصل في حاجات زي اللوغاريتمات. الحقيقة في جزء كبير من ده هطرحه على الدكتور خالد رفعت، وفي جزء كتير أنا قعدت أفكر فيه إيه اللي بيحصل لنا. نحس طبعا الحدوتة الوهمية، يعني بصرف النظر إيه اللي هيحصل يوم الجمعة، انما فكره النهارده ان نتكلم وتصريحات معينه وصحف بعينها واعلام بعينه بيفهمنا وكانه بيمهد لنا، ما هو فكره ان انا هتكلم دايما عن يوم الجمعه ده هيبقى فيه هيبقى فيه هيبقى فيه هيبقى فيه هيبقى فيه يعني هيبقى في واقع الامر، لان دي نظريه في علم النفس اسمها التحفيز السلبي او التحفيز الايجابي. فكره النهارده ان احنا نتكلم على مصر ايه هيبقى فيه ايه. الناس اللي بتتكلم بيقول في ثورة ليه وعلى ايه بأمرت ايه يعني، ونفس اللي عايز يعمل الثورة ده يقولوا لنا الثورة اللي هنعملها الزعيم بتاعنا فلان، ما احنا كفاية بقى الخوازيق اللي شربناها، اللي يقول لك اصل الثورة كانت مفتقدة للقائد فتحولت مصر الى فوضى عارمة وركب الاخوان. فالنهاردة نفسنا بقى اي الزعماء اللي بيعملوا اللي عايزين يعملوا يوم 28 ثورة دول يقولوا لنا مين الزعيم، ويا ريت الزعيم يقول لنا برنامجه ايه وهيحل ايه وهو عامل ثوره على ايه ويقدر يحل ايه. النهارده اللي عمالين بيتكلموا كلهم يعني، وليا عتاب في هذا الموضوع على يعني على الاستاذ وحيد حامل، وهو يعني فنان مبدع وهو راجل يعني لا احد ينكر ادواره ابدا، يعني واحد ما حدش بيصنف حد دلوقتي، انما هذا الرجل يعني في الفصيل الوطني مليون في المائه، انما مش ممكن في لحظه انا ما اعرفش هي لحظه ايه، انما النهارده لما بيتكلم بما معناه يعني اللي مش قادر لو مش قادر تشيل اللي بيتكلم الرئيس يعني مش قادر تسيب، طب يسيب لي مين يا استاذ وحيد؟ ما ترشح لي كده الاسم مين دلوقتي في الظرف ده؟ يعني مين دلوقتي اللي يشيل الشيله دي في الظرف ده؟ وبعدين اي حد، انا عايز اقول لحضراتكم احنا عندنا مشاكل، والمشاكل ديت واللي ما يشوفش من الغربال يبقى مش عمدا يبقى عمى حيسي يعني. ده عندنا مشاكل في كل حاجه، مشاكل احنا اي حته هتمد ايدك فيها هتلاقي فيها مشكله. المشاكل ديت جزء من يعني اغلبها يمكن كلها تقريبا من سنين طويله مضت، تراكمات التعليم وفي الصحه وفي الاكل وفي الشرب وفي المجاري وفي كل حاجه وفي كل حاجه. لما تيجي بقى لحد يتولى الدوله في الكلام ده بيحصل ده، طب انا عشان احل الاوضاع اللي دي كلها واوضاع كلها حطت اقتصادنا في مرحله متاخره واصبح عندي تضخم واصبح عندي الدولار الجنيه بتاعي بالنسبه للعملات الاجنبيه متراجع، استيرادي تقريبا بستورد تقريبا 80% من احتياجاتي اللي من بره في الاكل والشرب والكلام ده، يعني حاجات كلها مشقلبه وملخبطه ومعقده وشديده التعقيد. هل دي هتتحل بين يوم وليله؟ هل لما اجيب انا حتى لو جبت الرؤساء الثمانيه الكبار الدول الكبار جبتهم الثمانيه هم طب تعالوا بقى امسكوا انتوا كده وروني هيعملوا، مش هيعرفوا يعملوا حاجه، يعملوا ايه؟ لان احنا النهارده احنا عشان نقوم ببلدنا كل واحد مننا عليه دور، كل واحد عليه دور. اول ادوارنا كلها ان احنا نشتغل، كل في مكانه يعمل، كل في مكانه ينتظم، كل في مكانه يلتزم. يعني اذا كان بقى في النهارده انا في اي ازمه حتى في ما فيها سيوله المرور تمشي تلاقي الشارع زحمه، تمشي لغايه اخره تلاقي حادثه ولا تلاقي يعني ما تلاقيش اي حاجه معطله، انما هتلاقي السبب ايه؟ التعريشه اللي في الشارع، ان واحد راكن بالعرض، ان واحد جاي بالعكس، اللي هي السلوكيات بتاعتنا احنا، اللي هي الانفلات الاخلاقي بتاعنا احنا. طيب هنحل ده، كل واحد يتكلم، الاستاذ وحيد حامد زعلان وبيقول ده القانون ولا بد من القانون، طيب ماشي. هو انت ناسي يا استاذ وحيد ان القانون وتنفيذ من المعني بتنفيذ القانون؟ من الذي يطبق القانون؟ مش الشرطه؟ انت ناسي ان الشرطه ديت
تم يعني يعني اتعمل فيها اللي ما اتعملش في اي حاجه من قبل الثوره بتاعت يناير ديت بست سبع اشهر في موضوع خالد سعيد. اكذوبه اتعملت وكبرت 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 وما بقى في كراهيه عامه لجهاز الشرطه، فاصبح من السهل جدا انك انت توقع ده. انما النهارده تعالى، هي الفكره مش واحده، انت خدشت انت النهارده، لان جزء من المساله هي هيبه الدوله، فالهيبه بتاعت الدوله انت اهدرتها، وكان هناك حرص على اهدار هيبه الدوله. الولد اللي يمسك يحرق اي حاجه، الولد اللي يحرق العلم بتاع مصر، ده كله اهدار لهيبه الدوله، وتشجيع للصغار انهم يعملوا ده، للشباب الصغير اللي مش عارف يعيني انه يعمل ده. فالنهارده لما تيجي عايز تستعيد الهيبه دي، انت هتستعيدها بالقانون كده ولا هتيجي تطبق القانون؟ ما هو النهارده القانون كان فيه هيبه اصلا. القانون الزي اللي بيلبسه الضابط او الجندي اللي هو المكلف بتنفيذ القانون، هذا الزي لها حرمه، وفي اي حته في العالم جزء من الهيبه دي هي دي، هو ده القانون، جزء الهيبه دي هو اللي بينفذ القانون. انت طرحت الهيبه دي ارضا، والنهارده بتطالب الناس. طب هينزل الضابط عشان ينفذ النهارده يمسك اللي ماشي بالعكس ده، هيتخانقوا معاه وربما يعتدوا عليه. طب يعمل ايه؟ واذا عمل اي حاجه هيطلع على طول كله، شفت بقى الدوله البوليسيه رجعت. فانت النهارده محطوط في حاجات كتيره جدا. فالنهارده جزء من الكلام ده، مين اللي هيساعد النهارده لعوده الانضباط عندما الانفلات الاخلاقي بتاعنا احنا اللي هو في الشارع اللي بيخليني ارمي زي اي زباله في الشارع، حتى لو انا جبت مليون واحد ينظف مفيش فايده، لان انا زوق بينظف من انا برمي من هنا. لو انت جبت مليون عسكري مرور مش هيقدر يعمل حاجه، لان انا مش هحط في كل متر عسكري، لان مجرد ما يبقاش في حد واروح عامل على طول اللخبطه، هي سلوكياتنا. فالجزء من المساله في الاشكاليه احنا جزء منها، ومع ذلك اللي عنده حلول للمسائل ديت يقول. هو انا ما احنا سهل قوي ان احنا نقول ان عندنا مشاكل في كذا وكذا وكذا. طب اجتهادك بالحل ايه؟ ايه الاجتهاد؟ ايه اللي المفروض ان انا بتجتهد بتقول نحل؟ ما حدش يقول لي اصل زي السينما، يقول لك السينما مش مطالبه انها تقدم حلول. لا، مطالبه انك تقدم حلول. ولا انت مطالبه بس انك تطلع الست المصريه على انها ست كانها ما عندهاش اخلاق، كانها بائعه هوا مثلا الست المصريه، هو ده بقى الواقعيه؟ لا، ما تقدم يا اخي حلول. ايه المانع انك تقدم حلول يا اخي؟ هو الفن لما قدمش حلول مين اللي هيقدم حلول؟ ما كل واحد يجتهد، ولا انت بس بنصور المساله في هذا الاطار. فالنهارده لما يجي الاستاذ وحيد بيتكلم على في مشاكل او في مشاكل الحكومه، انا بعتقد انا لا دفاعا ولا حاجه، انما انا بعتقد الناس دي بتشتغل، ممكن يبقى في ناس مش ما في الحكومه وزراء مش قد المسؤوليه في المفضل. ممكن يكون ده في ناس عندها مشاكل، انا بعتقد ان كل الناس عندها مشاكل. انما ايه الاهم في المهم؟ الاهم دلوقتي اذا ما كناش عندنا احساس كلنا ان في بلدنا متعرضه لحرب، اللي مش واخد باله من المساله دي يبقى موضوع تاني، يبقى هو من حقه يعمل اي حاجه ويقول اي حاجه. طبعا كل اللي بينادوا النهارده، هل النهارده حلول لبلدنا النهارده؟ بلدنا اللي فيها الحرب النهارده وانا في حاله حرب حقيقيه موجوده، وحرب حقيره جدا، لانها حرب ارهابيه مش حرب تقليديه، يعني مش حرب جيش قصاد جيش، ده انت حدوته كبيره جدا، بالاضافه بقى للتفجيرات والحاجات شغل الحقاره الاخر اللي بتعمل في المدن والقنابل اللي بتتعمل، البدائيه اللي بتترمي هنا وتفجر هنا والكلام، محاوله اثاره الفوضى في الشارع. النهارده بقى لما يجي حد في الوقت ده كله، ايه الاهم وايه المهم؟ الاهم النهارده ان احنا علينا ان نتفق كلنا كشعب، ونتفق كلنا ان في بلدنا في خطر. والنهارده يبقى لا، يعني زي ما اتقال عبد الناصر زي ما قال لك لا صوت يعلى على صوت المعركه، يبقى النهارده انا عندي النهارده مفيش حاجه، هيبقى الاهميه القصوى دلوقتي ان انا احارب ده. حد يقول لك ايوه ده انت بتعمل الحكايه دي يبقى عشان تكبت الحريات، حدوته عمرو حمزاوي، لان هو متخصص في دي، الاستاذ عمرو حمزاوي متخصص، لما تيجي يكلموا لك الحريه والديمقراطيه. ما هو انت حر ما لم تضر. انا بلدي تبقى في ارهاب واروح اعمل تظاهره في ايه؟ بتعمل مظاهره ليه؟ في عشان ايه؟ وانا في الحاله دي انا كل واحد دلوقتي ممكن تبقى عندك مشكله، نستنى نستحمل بعض شويه، نستحمل بعض، لان في غول هياكلنا. انت جاي دلوقتي بتصدر لي النهارده ان انا لا ده لابد ان نتظاهر ولابد ان نعمل ده كله عشان نتاكل. انتوا عايزين توصلونا استاذ عمرو حمزاوي والرفاق الكرام اللي هم ماشيين في هذا الاتجاه، عايزين توصلونا للطريق اللي وصلت اليه ليبيا، ولا اللي وصل اللي في سوريا، ولا اللي في العراق، ولا اللي في ايه؟ يعني ما هو ده كده. فالنهارده يعني انا بعتقد اللي في نقد ننتقد، لو مش عارف ايه نقول ده، بس اللي هون الاول دلوقتي المهم، هل النهارده فكره ان انا النهارده في الاعلام بقت النهارده الجرائد بعينها مش ورا ما وراش اي حاجه غير انها بتعمل يعني نوع يعني حوادث من الحاجات اللي بتحصل؟ عارفين ان عندنا حوادث، عارفين ان المستشفيات عندنا فيها اهمال، عارفين ان عندنا كل الكلام ده كله، بس لازم نبقى عارفين ان في ارهاب وان في ناس عايزه تدمر مصر، فده الاول.
بدل احنا ما نلم بقى ونعمل ايه مهم قوي ان انا اعمل خبر عن الحوادث اللي بتتقال اللي ملهاش لازمه انها تتقال. ايه الفكره دلوقتي؟ هل هو محاوله لاطفاء النوع من انواع التسويد يعني في المجتمع؟ هل اطفاء محاوله لنوع من انواع التيئيس في المجتمع؟ انا شايفها كده. يعني اللي بيعمل ده ومش واخد باله انه كده، لا هي كده. انك انت النهارده انت عايز تعمل ده، ايه فكره النهارده؟ واحد النهارده منحرف النهارده. ايه المشكله ان انا المنحرف ده في ايا كان نوع انحرافه ده، ايه المشكله ان بسلط الضوء عليه ليه؟ يعني عايز اقول ايه؟ عايز اعمل ايه؟ ايه فكره ان احنا عمالين نفرتك المجتمع بدل ما نلم نفسنا، بدل ما نلم دلوقتي في الوقت ده اللي نتلم فيه؟ نفسنا نفتكر احنا من 40 سنه ولا 41 سنه وازاي السبع سنين من 67 ولا ست سنين من 67 ل 73 في الفتره السبع سنين دولت ازاي ان مصر كلها كانت ايد واحده، مصر كلها من اصغر واحد لاكبر واحد ايد واحده. ليه؟ لان عندنا في قضيه، ما احنا عندنا قضيه دلوقتي. انما ما كانش ساعتها في الحدوته اللي معموله من بره وفكره النهارده، انا في النهارده في مؤامره عالميه لتقسيم المنطقه، وده لا هي سر ولا هي افتراء ولا هي اي حاجه، في ده معمول وده 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 حقيقه. ايه الحكايه؟ احنا مش واخدين بالنا؟ طب ما نبص حوالينا، بلاش يعني اذا كان الكلام ده كده هرطشه وكلام ده، هنقوله هرطشه لمين؟ هندافع على احنا بندافع، انا دلوقتي انا وغيري بندافع عن بلدنا، علينا ان ندافع عن وطن. وطن النهارده بيحاولوا انهم يوزعوه ومش هيحصل ان شاء الله. بس المؤسف في المساله ان يكون هذا هو المناخ اللي موجود. الرهايد بتكتب في طريقه للتسويد، فكره انك انت يا اسد تقرا تبص على الصفحه كده ثلاث اربع حوادث، فاطمه ذهبت المستشفى فخرجت الى القبر، مش عارف يا سيدي خلاص. ما عارفين ان عندنا مشاكل في البتاع دي. هو ده القضيه دلوقتي ولا تعالوا نقف بس مع بعض، تعالوا نقف. هل لما انا النهارده بنقول سيب ده يبقى انا بدافع عن النظام؟ النظام مين؟ هو النظام اللي موجود ده ايه؟ مش الثوره اللي جايباها اللي 30 يونيو؟ وده انتخاب الرئيس اللي جاي ده مش جايب انتخابات ما حصلتش في قبل كده في بره مصر المحروسه من قبل كده؟ يبقى مش دفاع، احنا بندافع عن بلدنا دلوقتي، نخلي بالنا. وبعدين ايه فكره ان الناس عندها فكره اللي هم اللي اطلق عليهم النخبه او المثقفين والكلام ده كله، اللي هو بتصور بقى ده من هو مثقف ونخبه لابد ان يكون معارض. اي حد المفروض اي مخلوق عنده ذره وطنيه لابد ان اي حاجه غلط يعارضها. يعني اي مخلوق عنده ذره وطنيه اي حاجه غلط لازم يعارضها، بس في المقابل اي حاجه صح تتعمل لازم يأيدها. انما انا بمعارض كده على طول، هي وظيفه؟ هي كارت بتحط كده؟ انما هو إن انا مش قادر افهم يعني ايه الفكره. يعني هو المعارضه انا بقول اي مواطن مصري المفروض ان 80 في المليون 80 مليون مصري او اللي هم في السن اللي اعلامه ال 40 مليون او اكتر يبقوا كله اعارض كل ما هو خطا في اطار الشرعيه وايد كل ما هو صح. انما انا المطلوب لما حاجه تعمل صح اسكت، لو يعني ده اضعف الايمان. اذا ما كنتش في عاداتي الخاصه بدمر في اللي بيتعمل ويقول لك معلش مش عارف ايه، زي مثلا لما المصريين دفعوا 64 مليار جنيه لموا في 8 ايام ولا 7 ايام 64 مليار جنيه، كل النخبه دول اتخرصوا، جالهم خرصه ويا رب تجيلهم على طول. انما تعالى تشوف بقى النهارده مثلا اللي يظهر دلوقتي الدكتور البرادعي من بره بيقول ان لابد ان يكون هناك اعتصام ولا بد ان مش عارف ايه ولا بد من مصالحه. الله، هو انت مفيش لا تسمع الا صوت اللي جاي لك من فوقك؟ انت لا تسمع الا صوت الامريكان اللي فكره المصالحه؟ ما هي هم ليه عايزين يعملوا؟ هم عايزين دول كل الدول اللي في المنطقه تبقى دول قايمه على محدوده دينيه، زي ما اسرائيل اعلنت اليهوديه هي تبقى المنطقه كده. ده هو ده النظام اللي معمول. الشعب المصري بوظ الحكايه ديت ومش هتقوم ان شاء الله، مش هتقوم. في 30 يونيو المصريين بوظوا ده، هم عايزين الحكومات كده عشان تبقى بعد كده الحروب اللي جايه لها معنى ولها قيمه ولها حكايه. هم واخديننا في سكه، في سكه معينه، هو ده اللي واخدين البلد عليه. هل النهارده اللي مطلوب بقى كلنا في الـ في الـ في الـ في الدول نسمع الكلام ده كله؟ يطلع يقول لك اصل، ويطلع ما اعرفش، انا ما مش فاهم، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش مين الدعوه، يقول لك اصل الدعوه السلفيه مش عارف ايه. انا عايز اقول لاخواننا السلفيين او حزب النور او ما انا اعرفش مين، اصل من فصائل كتيره، كنت بقرا مقال الدكتور ناجح ابراهيم النهارده فبيتكلم على ان الدعوه السلفيه. انا اللي اعرفه ان اي حد بيتصدر للدعوه لدين يبعد عن السياسه. كفايه اللي عملوه في الاسلام،
خلاص انتهينا. انما هو لازم يبقوا فاهمين اخواننا السلفيين، لو كانوا بكروا واخواته دول بيروحوا يقعدوا بقى مع الامريكان ولا مع اي حد اللي بيتكلموا، هم بياخدوكوا اذا كان الاخوان وقعوا هياخدوكوا انتوا عشان ينفذوا بيهم المشروع بتاعهم اللي هي فكره دول قايمه على اساس ديني، عشان بعد كده لما تبقى في حرب بين سنه وشيعه يبقى لها اساس، ولما تبقى في حرب بين مش حرب بين اسلام ومسيحيه على اساس دي فكره معموله وهم ترتيب معمول وموجود، واللي مش عارف يسال يعني. فاخواننا بقى ارحمونا شويه، اذا كنتوا بتوع دعوه مربين دقنكم والكلام ده كله عشان الدعوه، لا خليكم في الدعوه، انما مالكش دعوه بالسياسه وما تدخلش السياسه، مالكش الاسلام مالوش علاقه بالهرطشه اللي بتتعمل دي كلها. يعني ايه انك انت تشيل مصحف؟ ما دي الخوارج، هم لما شالوا مصحف مكان الخوارج، وكانت اول كارثه تحدث في للاسلام، اول كارثه حقيقيه تحدث في الاسلام الحقيقيه الخوارج لما شالوا المصاحف على سنة الرماح وشايلين المصاحف. مال كتاب الله بهذا الموضوع؟ مال ده ومال ده؟ ايه دخل ده في ده؟ انما انتوا عايزين تاني. وبعدين اهالينا ما خلاص الناس عرفت الحكايه، عشان كده اللي بيتكلموا عن 28 يوم عادي، واللي هيخرج عن النص ولا هيخرج عن اي حاجه هيتحاسب بالقانون. انا كان في حد وقفني وانا يعني في الشارع، بعدين حد شاب يعني هو خريج جامعه وبيشتغل تاكسي بتاع والده وتاكسي ابيض، وبيقول احنا ما صدقنا الدنيا تتحرك، ما صدقنا الدنيا تمشي، ما صدقنا نقدر نلم القسط عشان ندفع. وعلى فكره في مشكله كتيره يعني لابد يعني الدوله تنظر ليها، الوقف الحالي اللي حصل للتاكسيات التاكسي الابيض ده والبنوك ربنا يسامحهم، مكنه بصيرمه طالعه واكله ونازله واكله مبهدلينهم. فبقول انا مش احنا مش مستحملين تاني ثوره اللي عايزين يعملوها. بيقول فهو بيتكلم بيقول انا مواطن مصري، انا 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 بحاول عايز اعيش عيشه كويسه، بشتغل بعد الشغل وبعمل ده عشان اقدر اربي اولادي كويس، عشان اقدر اعيش عيشه كويسه، ما يجيش يوقفوا حالنا. اللي عمالين يدعوا للتظاهر والفكره اللي عايزين ياخدوها يعني عايزين ياخدوها تظاهر على طول وثوره على طول، لان هو شغلته ثوراني. ما هو مش عارف، ما هو ولد من 6 ابريل لما الحكايه عملت هنا راح طالع على القاعده ومات في ليبيا من ولا النيل داعش ولا اي حاجه. ما هو خلاص بقت شغلته وظيفته انه ثوراني، هو راجل بيشتغل دي المهنه بتاعته. هل هو على طول هنقضيها ثوره؟ هنقضيها كده خناقه على طول؟ هنقضي البلد؟ هل البلد هتتحمل ده؟ هل بلدنا في ظل الظروف اللي احنا فيها هتتحمل الكلام ده كله؟ وبعدين احنا مش دفاع عن حاجه، هو في نظام مثلا ليه مصايب سودا ولا بقاله 50 سنه راكب على البلد ولا على ده؟ ما فيش حاجه، ده ثوره قامت وغير شالت الاخوان وده انتخابات تانية ودستور تاني والكلام ده كله. طب مش ندي فرصه عشان خاطر لبلدنا نتقوم، ولا احنا مش عايزينها تقوم؟ احنا عايزينها نخش في الحرب الاهليه. مش هتحصل، مش هتحصل، مش هتحصل. ويعني واي واحد بيفكر انه هيشيل مصحف يشيل، اي حد بيفكر انه مش هيحصل، ده عبث. انتوا مش فاهمين الناس في الشارع هتاكلكم اصلا. فيعني نهدى شويه. هو بقى العتاب على ما يحدث في الاعلام. حقيقه الامر حاجه يعني انا شايف انه مساله مزعجه جدا 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 جدا. حد يقول لي في انهي اعلام ده بالصوره ده؟ حد يقول لي النهارده، ولما يجي النهارده كان الرئيس لما اتكلم وبيقول للاعلام والموقف طلع قالوا له ايوه انت عايز الاعلام الواحد، عايزين نرجع تاني الراي الواحد. مفروض دلوقتي يبقى في الراي الواحد، انه كنا احنا كلنا ضد الارهاب، هو ده الراي الواحد. مفروض ان احنا نحط النهارده الاولويه للحرب ديت، مش على حساب اي حاجه تانية. اللي بيجي بيقول بقى بيتكبت الحريه والكلام ده كله، انهي حريه اللي بتتكبت؟ انهي حريه اللي بتتكبت يا استاذ عمرو حمزاوي؟ انهي حريه اللي بتتكبت اللي كل يوم بتكتب في ده بتكتب في ده؟ ما الشروع ما شاء الله فاتحه يعني عندهم 3-4 ما شاء الله يعني. انهي حريه اللي بتتكبت؟ وانهي الديمقراطيه اللي ضاعت؟ وانهي حكايه اللي بتتعمل؟ انا هجيب لكم على التليفون يعني حاجه جميله جدا، الدكتوره لميس جابر، هي وحشاني جدا الاول. مساء الخير يا دكتوره. مساء الفل يا استاذ ابراهيم، ازيك؟ انت وحشاني جدا وتليفونك مش عارفين نكلمك. ربنا يخليك. وانت من انا وازاي صحتك الاول؟ انا من وعكه لوعكه، خدت 3 وعكات ورا بعض. والله انت من ساعه الوعكه دي وانت مغروره، اتغريتي علينا والله يا دكتوره. انا موجوع والله، انا من يناير 2011 وانا في وعكه تلو الوعكه. سلامتك يا دكتوره لميس، سلامتك. احنا عندنا كام لميس نابر في مصر؟ ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك، الله يخليك. ما تحرقش دمك بقى على حد زاوي والديمقراطيه والكلام ده، ما هم لازم يرفصوا بقى كده. واسمه ايه خالد ابو النجا طلع يقول بيهجروا الناس مالها الحته دي، حرام. هو صغير ما يعرفش
ان في حوالي 1,000,000 بني ادم مصري اتهجروا في 67 من مدن القناه واتشحططوا في انحاء جمهوريه مصر العربيه، وما يعرفش برضو ان بحيره ناصر ترقد الان على ارض النوبه اللي اهلها اتهجروا للمصلحه العامه لشعب مصر. فقال لك اللي بيهجروا الولاد العيال اللي بيهجروا العيال في سينا اللي هم فوق الانفاق اللي في بيوتهم الانفاق. فبص عارف انا والله يا استاذ ابراهيم رايي ان الناس دي بتستنفذ الواحد. بس يعني ولسه الاخ بتاع هاتولي راجل طلع لنا من كام يوم عامل لنا فيها بطل وذبيحه وضحيه والبوليس هيقبض عليه من التلفزيون، حاجه يعني والله ماساه. هو بس الفلفصه الاخرانيه دي لابد منها. احنا عايزين نتفائل ونسيب العالم دي في يوم 28 ولا يعملوا حاجه، وهيتوكسوا اكتر ما هم موقفين. واخد بالك؟ اللي عارف الراجل بتاع ما تقدرش هم بيعملوا كده، هيعملوا ايه يعني؟ ما اتقتل كتير. احنا شهداء الشرطه لغايه دلوقتي يا استاذ ابراهيم وصلوا 700 تقريبا. وشوف انت الجيش ما بيعدش، ما بيحبش يقول الشهداء كام، غير الناس الابرياء اللي ما هو غير السابق. انا مصره والله من اول يوم، وكان في ناس من التخليه نفسها بيقوحوني واقول لهم مجزره بورسعيد دي فيها اخوان، لان بعدها يا استاذ ابراهيم لو تفتكر اترفع علم اسرائيل على هيئه قناه السويس لمده ساعه. الحاجه اللي انا مش فاهمها لغايه دلوقتي. هو دكتوره لميس، بس في نقطتين ثلاثه انا صح، يعني انا عاتب قوي على الاعلام، وانا يعني انا لا الاعلام يعني انا بدات احس على فكره انه مش بتخبط انه متعمد في بعض الاحيان. يعني انا النهارده يعني للاسف الشديد يعني النهارده معقول 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 ما احنا لازم يبقى في يعني لازم اولا لما نتقال ان في محمود شعبان ينفع يعني يا استاذ ابراهيم؟ اكيد محمود شعبان يقول وانا شايفاه بعيني، وجايبها ايمان الحسن واي ست كميله جدا جايبه الفيديو بتاعه طالع يقول ال 60 مليار اللي رحتوا حطيتهم في قناه السويس ارباحهم حرام. طب ده تقول له ايه؟ اجيبه تاني؟ ما هم لما شربونا الوشوش دي يا استاذ ابراهيم هم السبب اللي خلى الناس قالت لك دول بتوع ربنا وناس انتخبوا ورث. ما هو المساله بالتعود وبالالحاح الاعلامي. لما انا طول النهار الشاشات مبتورة والله ما في شاشة كانت تخلو من حد منهم. قعدنا من أيام الانتخابات البرلمانية لغاية الدستور العجب بتاعهم لغاية انتخابات الرئاسة بالمنظر ده. كل يوم على كل الشاشات لغاية ما الناس اعتبرت إن ده شيء عادي وإن هم ناس طيبين وبتوع ربنا عادي، وكانت الطامة الكبرى. تاني راجعين تاني حسين شعبان بتاع حسوكي راجل ده. هو يعني انت النهارده ما هو بس النهارده عشان بس نرصد انا وحضرتك كذا حاجه عشان اهالينا ياخدوا بالهم. ما انا النهارده لما برجع تاني ده ادي حدوته. النهارده لما ابتدي ان انا اتكلم وكان شيء طبيعي ان احنا عندنا مشاكل في كل حته، شيء طبيعي ان احنا عندنا مستشفيات فيها اهمال، بس الشيء الطبيعي اللي غير طبيعي ان انا احاول ان انا اعمل النهارده يبقى عندي 10 اخبار كلها فكره ان انا الحاح 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 ان انا ازرع غضب جواكي مدفون، غضب كل واحد بيقرا غضب غضب غضب. فكره النهارده ان انا انشر الحوادث الغريبه اللي هي يعني مش ايه المشكله يعني حوادث غريبه تتعمل ايه فكره ان انا النهارده هو ده مش على فكره مش هو مش بالصدفه ان البلد بيتكلم دلوقتي وان وائل غنيم بيتكلم دلوقتي وان اسمه ايه ابو النجا يتكلم دلوقتي وان عمرو الحمساوي يطلع يتكلم دلوقتي ولا الوجوه دي واسراء واسماء هتهل والعالم اللطيف فاضي هتهل تاني. فالحقيقه شغل دين اعلام انه يزك على دول يديني وجهه تانية خالص يا استاذ ابراهيم خالص اقفل على دول. طب بقول لك عارف انا بكلم حضرتك ليه؟ قولي بقى. والله انا بكلمك عشان عايز اقول لك على حاجه. اولا على الناس اللي زعلانه على اننا ما كسبناش في ماتشات الكوره اللي فاتت. على فكره لا عايزه لياقه بدنيه ولا عايزه تدريب ولا عايزه روح. الروح دي لما عملها البوهري وصلنا لكاس العالم، ولما عملها حسن شحاته
وخدنا الدوري الافريقي 3 سنين. بس هي بس هي بص يا بص يا دكتور، الروح دي مش موجوده، مش لان احنا مش على وفاق، احنا قاعدين نقطع في بعضينا. ما هي ده هم فلحوا شويه في ان هم يصنفونا. يعني انا فلول وحضرتك حسام مبارك وابصر مين مش عارف ايتام مبارك والبتاع، وانتوا عسكر وانتوا عبيد قياده وفاهم الكلام، فما فيش روح قفش في البلد. فلا يمكن كمان بقى الفردي، يعني انا قريت كده في شريط الاخبار ببطولة العالم في سكواش واخدها اللاعب المصري لتالت سنه على توالي، حتى نسيت اسمه من كتر ما فيش اي اهتمام اعلامي. والبنت برضو واخدة بطولة العالم في السكواش بنات، والله ما حد جابهم. معني انا محتاجة دلوقتي انا كمصري ان انا احس بان في انجاز باي شكل. انا بقى حفيدي صغير بيلعب رياضة لطيفة جدا وغريبة، المراكب الشراعية. وحرام امكانياتهم ضعيفه والاتحاد ما عندوش فلوس بتاع الشراع ده، ويبدو وزاره الرياضه والشباب مش مهتمه، فعملوا لهم بطوله في راس صدر. فنفسنا ونفسهم يا عيني القائمين من الاهالي حتى بتتحمل تكاليف السفر والبتاع، يعني التكاليف مهوزه على الاتحاد. فالدكتوره المدربه بتاعتهم نظمت لهم بطولة الجمهورية في راس صدر، فبتقول يعني ولا حتى ولا قناة طلعتنا ولا ركزت علينا. قلت له والله احنا محتاجين. عارف يا استاذ ابراهيم، كان دكتور عكاشة كان بيتكلم من اسبوع كده، والله جميل جدا، بيقول المحاكاة الإحاح الإعلامي بيعمل ايه؟ بيقول نسبة الانتحار في سويسرا اللي كانت أعلى نسبة في العالم لما قرروا إن الإعلام، وأيامها كان صحافة وإذاعة فقط، ما كانش حتى تلفزيون، قرروا إن ما حدش يجيب سيرة حادثة انتحار خاصة المشاهير. النسبة قلت للنص في سنة، لأن في جزء من حالات الانتحار غير ما مثلا 90% 50% أمراض نفسية، في جزء محاكاة يقلد ياسب علاء صغير كيف اتقلد زي الاخ بتاع تونس اللي ولع في نفسه ده، بعدها بشويه حد ولع معرفش فين وحد ولع فين. عجبتهم يعني اللعبه. فالاعلام لما يصبر لي ده هيرجع الناس تاني، ده بيخدم عليهم كده. انما انا عايزه اشياء مبهجه، عايزه انجازات. بص يعني انا الولد بتاع السكواش ده عيب ان انا مش عارفه اسمه، اللي هو رامي عاشور. يبقى عارفه اسم محمود شعبان، يعني عيب هتقولي راجل ده اسمه محمود وما اعرفش اسمه بطل مصر في السكواش، والله دي كارثه. والله بصي يا دكتوره، يعني هي الرياضه، احنا المساله دلوقتي الاواني مستطرقه، يعني هي الرياضه جزء من المناخ اللي في الشارع، ما يحدث في الرياضه او كره القدم. ما بالذات الجماعيه هتبقى ضايعه الفتره. هي المسألة كلها، يعني احنا بنفس المشكلة صدرها لنا الشباب اللي هو كان اللي هو الالترس. وتنظيم الالترس ده اللي اتعمل 2006 2007، ما هو صاحب الالترس هو صاحب كفاية، هو الصاحب الكبير، الراجل الكبير اللي بيطلع في الافلام دايما، اللي كان دايما ظهره في الفيلم، هو صاحبه وصاحب 6 ابريل اللي عامل دولت الكبير واحد. بس انا يعني والله يا رب يكون حد من العالمين سامعنا وانا احنا بنتكلم. يعني اذا كان لسه فاضل للبلد الغلبانة بتاعتنا دي شويه خاطر عندكم، لو نفسكم فعلا تتفنوا فيها ويوريكم ترابها، يعني افتحوا الله فيها شويه. يعني ايه النصر ده في ان انا اطلع ناس؟ مين وائل غنيم ده عشان يقول حته فيزياء بص الاقي 5 قنوات جايبينه ليه؟ ما يولع. ما هو ولع من زمان واتحرق. ما هو تعبان وكذاب وضعيف وممثل فاشل كمان. ما هو ده التحفيز السلبي يا دكتور. الناس دولت هيبرزهم لنا تاني، يعني فاضل اطلع اشوف الاقي طريق الزمر بقى بيشرب فنجان قهوه مع المذيع وقاعد، مش ممكن. في كل الأحوال ولا التركيز على الجزيرة ولا الكلام ده، خلاص دول رجعوا على فكرة. بقول لك ايه المهم الحقيقي، بقول لك ايه يا دكتور لميس،
ومصر كل ما بتكبر هم بيجننوا على فكره. طيب لا يا ربنا يجننهم اكتر. بقول لك ايه يا دكتوره؟ ايوه انت طب خلاص مدام يعني طب خلاص يبقى الاسبوع الجاي بقى تبقى معانا بقى، ايه رايك بقى؟ هجيلك طبعا. طب خلاص يبقى اعزمني على العشاء. خلاص يبقى يوم الاحد اذا ربنا ادانا العمر ان شاء الله. خلاص خلاص يلا. انا مازال عندي علاج طبيعي يلا 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 يوم الاحد. يوم الاحد يا دكتوره والاثنين يبقى هجيلك الاحد. يبقى الاحد ان شاء الله نلتقي ان شاء الله. شكرا يا دكتوره. الدكتوره لميس نابر، الدكتوره لميس نابر طبعا كانت يعني هي ثلاث وحكات صحيه ربنا يديها الصحه والعمر يعني. ودي الدكتوره لميس طبعا الدكتوره لميس لها مواقفها من قبل 25 يناير، هي كان موقفها برضو ان كل ما هو شايفاه من وجهه نظرها انه غلط كانت بتقول انه غلط، ولو شافت حاجه صح تقول انه صح. هو ده هي دي المعارضه، ان انا انما انا عارض اقول لا على طول الخط كده، لا للصح والغلط ده كلام. انت النظر عايز اطلع فاصل وانا عندي حاجات كتير عايز اقولها. طب اطلع يا اختي.